أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العنوان. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. نورسات الأردن تنظم صلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس الأرثوذكسية في الأردن تحيي الحج السنوي في المغطس. وفيها أيضاً الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد. أهلاً بكم. تمحور اللقاء الأسبوعي لقداسة البابا فرانسيس مع حجاج العالم حول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، مشيراً إلى أن كل المسيحيين في العالم هم إخوتنا في المسيح، داعين الجميع إلى العمل معاً في الوقوف إلى جانب البؤساء الأبرياء لكي نظهر للجميع محبة الله التي أظهرها لنا يسوع المسيح. وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتمحور موضوع تعليم اليوم حول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. إن موضوع هذه السنة والذي هو موضوع الضيافة قد أعدته جماعات مالتا وجوزو انطلاقاً من نص كتاب أعمال الرسل الذي يتحدث عن الضيافة التي حفظها سكان مالتا للقديس بولس ورفاقه في السفر الذين نجوا من الغرق معه. عندما رست السفينة عند شاطئ مالتا وبلغ جميع المسافرون اليابسة سالمين، اختبروا هناك شيئاً جديداً. بالتناقض مع عنف البحر الهائج نالوا شهادة إنسانية نادرة من قبل سكان الجزيرة. هؤلاء الأشخاص الغرباء بالنسبة لهم قد ظهروا متنبهين لحاجاتهم، فبالرغم من أنهم لم يكونوا قد نالوا بشرى المسيح السارة بعد، لكنهم أظهروا محبة الله من خلال أعمال لطف ملموسة. أيها الأعزاء، إن الضيافة هي فضيلة مسكونية مهمة، فهي تعني أولاً الاعتراف بأن المسيحيين الآخرين هم إخوتنا وأخواتنا في المسيح، وبالتالي فهي ليست عمل سخاء باتجاه واحد، لأننا عندما نستقبل مسيحيين آخرين نحن نقبلهم كعطية منحت لنا. إن استقبال مسيحيين من تقليد آخر يعني أولاً إظهار محبة الله تجاههم لأنهم أبناء الله، كذلك يعني أيضاً قبول ما حققه الله في حياتهم. كذلك تتطلب الضيافة المسكونية جهوزية للإصغاء للمسيحيين الآخرين والتنبه لقصص إيمانهم الشخصية ولتاريخ جماعاتهم. إن البحر الذي اختبر فيه بولس ورفاقه الغرق لا يزال اليوم أيضاً يشكل مكاناً خطيراً على حياة مسافرين آخرين، ونجد في جميع أنحاء العالم رجالاً ونساءً مهاجرين يواجهون رحلات خطيرة لكي يهربوا من العنف والحرب والفقر، وعلى مثال بولس ورفاقه يختبرون اللامبالاة وعدائية الأنهار والصحراء والبحار، ولكنهم وللأسف يواجهون أحياناً أيضاً عدائية البشر، فيتم استغلالهم من قبل تجار مجرمين ويتم التعامل معهم كعداد وتهديد من قبل بعض الحكام، وأحياناً ينبذهم غياب الضيافة كموجة نحو الفقر أو الأخطار التي كانوا قد هربوا منها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كمسيحيين علينا أن نعمل معاً لكي نظهر للمهاجرين محبة الله التي أظهرها يسوع المسيح، لأن العمل معاً لكي نعيش الضيافة بشكل مميز تجاه الذين يعيشون حياة هشة يجعلنا كائنات بشرية أفضل وتلاميذاً أفضل وشعباً مسيحياً أكثر وحدة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione.
Non possiamo rimanere insensibili con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Lavoriamo insieme per mostrare a tutti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo, e questo ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano più unito. Signore, vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يمكننا كمسيحيين أن نقف غير مبالين إزاء مأساة الفقر بأشكاله القديمة والجديدة وأشكال العزلة المظلمة والاحتقار والتمييز. لا يمكننا أن نقف غير مكترثين وقلبنا مخدر أمام بؤس العديد من الأبرياء، لنعمل معا لكي نظهر للجميع محبة الله التي أظهرها لنا يسوع المسيح، وهذا الأمر سيجعلنا كائنات بشرية أفضل وتلاميذاً أفضل وشعباً مسيحياً أكثر وحدة. ليبارككم الرب. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات الأردن، أحيت الكنائس الرسولية في المملكة وللسنة التاسعة على التوالي في كاتدرائية الروم الملكي للكاثوليك أم الصماق احتفالية من أجل أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين في العالم تحت عنوان وأظهر لنا أهلها عطفاً نادراً، بمشاركة ممثلين عن المجالس والفعاليات في الكنائس المحلية وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وجموع من المؤمنين. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال الكنسي الحاشد في سياق التقرير التالي. برعاية كريمة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، نظم مكتب نورسات صلاة من أجل وحدة المسيحيين، شارك فيها الأساقفة رؤساء الكنائس في الأردن وعدد كبير من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية خاصة وعامة وجمع غفير من المؤمنين، وذلك في كاتدرائية القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك بعمان، حيث جاءت هذا العام بعنوان وأظهر لنا أهلها عطفا نادرا. وفي بداية الاحتفال رحب قدس الأب بسام شحاتيت النائب الأسقف العام بالحضور باسم المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة الروم الكاثوليك وباسم الرعية وأبنائها. أهلا وسهلا بكم جميعا. كما ألقى أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأب الإيكونوموس إبراهيم دبور كلمة روحية ركز خلالها على فضيلة المحبة التي تجمع سائر الكنائس المسيحية والتي تعمل على وحدتها. وقد دعانا إلى حفظ وصاياه وأن نحب بعضنا بعضا، لا بالكلام وإنما بالأفعال أيضا، لأنه قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. لنصلي معا إلى الله القدير أن يوحدنا بمحبته ونظهر أعضاء جسده الواحد حتى نحافظ على بنوتنا لله. أمين. وقد شارك سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين بصلاة روحية لأجل الوحدة، كما شرح المطران جبارة للمؤمنين عن الحاجة للتوبة الباطنية لأجل القدرة على اكتساب الوحدة الكنسية. هو العنوان العام الذي أعلنه مجلس الكنائس العالمي لتأملات هذا الأسبوع الذي يحتفل به معظم المسيحيون في العالم بين 18 و25 كانون الثاني. وهذه السنة فإن كنائس مالطا هي التي تدعو المسيحيين للصلاة على نية الوحدة المنشودة، وقد أعدت هذه الكنيسة موضوع التأملات لهذا الأسبوع المرتكز على الترحيب الذي لقيه القديس بولس وغيره من ركاب السفينة التي كانت على وشك الغرق ورست قبالة جزيرة مالطا.
الجدير ملاحظته في الرواية المذكورة هو حرارة الاستقبال والاهتمام اللذين لقيهما الرسول بولس ورفاقه من قبل سكان الجزيرة الذين لم يكونوا مسيحيين بعد. وجزيرة مالطا هي نفسها واحدة من الأماكن العديدة الواقعة اليوم في قلب قصص المهاجرين من هذا الشرق الذين يحاولون الهروب من الكوارث الطبيعية والحروب والفقر والبطالة والمهانة. بالنسبة لنا نحن المسيحيين الذين يواجهون اليوم مثل أزمات الهجرة تلك، فإن هذه القصة تطرح علينا تحدياً هاماً: هل نشارك نحن أيضاً بعدم مبالاة باردة، أم أننا نعطي شهادة على إنسانية فوق العادة تجعلنا شهوداً للعناية الإلهية والمحبة الحنونة؟ فالضيافة هي فضيلة ضرورية للغاية في بحثنا عن الوحدة المسيحية، والأردن بلد مضياف أبناؤه من أهل الجود والكرم. من الناحية التطبيقية وكما حدده الكتيب الموضوع لسنة 2020، فإن الاحتفال المسكوني بأسبوع الوحدة يشير إلى أننا كمسيحيين نظهر وحدتنا ليس فقط من خلال الترحيب بعضنا ببعض، ولكن أيضاً من خلال الترحيب واللقاء الموسومين بالمحبة بأولئك الذين لا يشاركوننا لا اللغة ولا الثقافة ولا الإيمان ولا العقيدة. دعا الجميع إلى الوحدة فنمجد الروح القدس باتفاق الأصوات. كما قاد الأب عماد بواب جوقة الكنيسة التي قدمت أجمل الألحان الكنسية، ورفعت صلوات المؤمنين الخاصة من أجل السلام في العالم أجمع. سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم بالمسيح يسوع. السلام واختتمت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأردن الاحتفال بكلمة شكرت فيها باسم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ومكتب فضائية نورسات غبطة البطريرك كيرس ثيوفلس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين على الرعاية الكريمة، وشكرت أيضاً رؤساء الكنائس في الأردن وجموع المؤمنين الذين لبوا الدعوة للمشاركة في هذه الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ومن أجل الأمن والسلام، وخاصة في المناطق التي تتعرض للاضطهاد والحروب والنزاعات. وأشارت السمعان إلى أن احتفال هذا العام ما هو إلا ثمار جهود كنائسنا المقدسة التي جسدت كلام السيد المسيح بأن نكون كلنا واحداً في جسده، همنا واحد وأحلامنا واحدة، ونسعى دوماً لأن نوحد مواقفنا الرعوية والإنسانية والوطنية.
وفي ختام كلمتها رفعت الدكتورة باسمة السمعان الدعاء بأن يحفظ الله الأردن وأهله وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقوا بسلام وبركة وأن يبقى هذا الوطن على الدوام واحة أمن واستقرار. نشكرك يا رب على نعمة الحياة وعطية محبتك الحنونة التي تهدئنا وتقوينا. نشكرك لعطاياك التي تنعم بها علينا وعلى كنائسنا. أعطنا يا رب روح الكرم نحو الجميع في مسيرة تقدمنا وخدمتنا معا. وأيضا نصلي من أجل جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يبقى على الدوام حاميا لهذه الأسرة الواحدة الكبيرة، داعين العلي القدير أن يحفظه وأن يبقى بلدنا واحة أمن وأمان، وأن يرعى حكومتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ودائما معونتنا من عندك يا رب، آمين. وقد شارك في هذا اللقاء بطريركية الروم الأرثوذكس وبطريركية اللاتين ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية الأرمن الأرثوذكس وكنيسة السريان الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية العربية والكنيسة الإنجيلية اللوثرية وكنيسة الأقباط الأرثوذكس والكنيسة المارونية وكنيسة السريان الكاثوليك وكنيسة الكلدان وكنيسة الأرمن الكاثوليك. وتأتي هذه الصلاة السنوية في أسبوع عالمي تدعى فيه كنائس العالم المتعددة إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة ومن أجل السلام في العالم أجمع، حيث يعود تاريخ إطلاقه إلى قرن مضى ويحتفل به مسيحيو العالم سنويا لطلب تلك الهبة الرائعة. أمة الإله الكنائس الأرثوذكسية في الأردن الحجة المسيحية السنوي لموقع عماد السيد المسيح في المغطس، والذي رعاه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة المطران فينيديكتوس وجمع كبير من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بمشاركة المطران فينيديكتوس وجمع من الآباء الكهنة خدمة تقديس الماء في موقع معمودية السيد المسيح المغطس لعام 2020. حضر الاحتفال عدد من الوزراء والأعيان والنواب والسفراء وجموع غفيرة من الحجاج تزيد على 8000 حاج. هالة عظيمة
وألقى المطران خريستوفروس كلمة روحية ووطنية أمام الحجاج قال فيها: إن هذا الموقع المقدس الذي نفتخر بوجودنا فيه ونحن نحيي ذكرى معمودية السيد المسيح على يد النبي يوحنا المعمدان على ضفته الشرقية يحمل معان روحية تنبع من هذا المكان المبارك. وأضاف أن موقع المختص هو جزء لا يتجزأ من الأراضي المقدسة ويعد محجا ومقصدا لكل المسيحيين حول العالم، مؤكدا أن الاهتمام والرعاية التي يحظى بها هذا المكان غاية من الفخر، مشيدا بجهود وتوصيات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد في اهتمامهم ومحبتهم لهذه البقعة المقدسة. نحن اليوم مش جايين رحلة ولا جايين على مكان زي أي مكان موجود في أي منطقة، سامحوني بين قوسين أسميها سياحية، لا، نحن جايين على المكان اللي موجود فيه الإله نفسه، جايين على مكان مقدس، جايين على أقدس بقعة موجودة في الكرة الأرضية، هي هون اللي فيها في هاي اللحظات رح نشوف وكلنا مع بعض مع بعد ما نصلي صلاة تقديس المياه، رح ننزل كلنا مع يوحنا المعمدان ومع النبي إيليا والقديسة مريم المصرية والقديس جراسموس الأردني وكوكبة من القديسين والقديسات اللي رح ينزلوا معنا هاي الطريق بين الأشجار، حتى من خلال هاي الأشجار نشوف يسوع آتي لنهر الأردن ونحن نحكي كلنا باعتمادك يا رب في نهر الأردن. أبنائي، ربنا يأهلنا لهيك حدث عظيم ويجعلنا مستحقين ويعطينا نعمته وبركته حتى نعيشها في حياتنا. وفي ختام كلمته نقل المطران خريستوفروس للحاضرين بركة وأدعية البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث الذي يعايد الجميع بهذا اليوم المبارك ويتمنى للجميع أيضا عاما مليئا بالمسرات والخيرات، كما شكر هيئة موقع المختص ووزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة وكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الاحتفال من مجموعات كشفية وشبيبات وجوقات عاكسين صورة مشرفة ومرموقة حول الموقع المقدس. ربنا يحمي وطننا الأردن، يحمي ملكنا، حكومتنا، جيشنا العربي، قوات الأمن وكل القائمين على حماية بلدنا الغالي الأردن. ربنا يحميهم، وهو حمايته السماوية هي تحمي بلدنا اللي جلالة سيدنا وكل الجهات المختصة بتحاول إنها تحافظ على أمنه واستقراره، ولكن قبل كل ذلك يد الله اللي هي موجودة وبتحمي بلادنا المقدسة. أبنائي، ربنا يبارككم أنتوا كلكم، ربنا يعطي لكل واحد منكم ما يحتاجه لخلاص نفسه. وبهاي اللحظات كمان بقلب وصلي ما إلنا إلا نرفع صلاتنا لربنا كمان من أجل صاحب السمو الملكي الأمير غازي اللي كلنا من حبه ومنعرف قديش اهتمامه بهذا المكان المقدس لكل المسيحيين العالم. وباسم كل مسيحيي العالم نشكر جلالة ملكنا المعظم وسمو الأمير غازي. كمان أبنائي، مهم نشكر كل الكوادر اللي موجودة بهذا المكان وبتحميه وبتحافظ عليه، من مدير هيئة موقع المختص لمدير الإقليم والمحافظة والمتصرف الشودة الشمالية وكل المناطق الموجودين، وزيرة السياحة، وكيل عام وزارة السياحة الموجودين معنا، سفراء الدول الموجودة معنا، كمان كلهم منشكرهم لكل جهدهم اللي ببذلوه من أجل هذا المكان المقدس. ربنا يباركهم، نعمة ربنا تكون معهم. مالك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة لثالوث
لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياني ياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله مجدولا. وبعدها اتجه موكب الأساقفة والكهنة إلى مياه نهر الأردن، حيث أقام المطران خريستوفوروس خدمة تقديس الماء وتقديس الصليب، مباركا الحاضرين بماء النهر المقدس. في سجدة لثالوث الأب تقدم لك بالشهادة سمياني ياك ابنا محبوبا والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا في جو روحي بهيج وببركة وحضور الأب الربان بنيامين شمعون كاهن الرعية في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في عمان وجمع الخدام الشمامسة، احتفلت الرعية السريانية الأرثوذكسية في الأردن بعيد الدنح الإلهي الإغطاس، وقد انطلق المؤمنون بحافلات سياحية إلى منطقة الشون الجنوبية ومنها إلى موقع عماد السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث أقام الأب الربان شمعون بمعاونة الخدام طقس تبريك الماء بجانب المكان الذي تعمد فيه الرب يسوع وسط المئات من المصلين الذين احتفلوا بهذا العيد المبارك. عيدوا بريخوا دنحوا بريخوا إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. من أرض الأردن من المملكة الهاشمية الأردنية سيدنا نقدم لكم لشعبنا السرياني في الأراضي المقدسة في القدس في بيت لحم في كل الأراضي المقدسة نقدم لكم سيدنا لكم ولكل أبناء الطائفة المباركين أعيادا مباركة بهذا اليوم الأغر الذي فيه تتوجه أنظارنا إلى القديس يوحنا المعمدان وهو يضع يده المباركة على هامة الرب يسوع بكل تواضع ويقبل العماد الرب يسوع من عبده يوحنا. نقدم لكم سيدنا، نقدم أولا لسيدنا صاحب القداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني الكلية الطوبة التهاني القلبية الحارة ولنيافتكم ولجميع المطارنة والكهنة والكليروس والشعب المسيحي والسرياني في كل أنحاء العالم، وأيضا نجدد عهدنا وولاءنا لسيدنا صاحب الجلالة الملك المحبوب الملك الإنسان ملك الوسطية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، نجدد له العهد ونتمنى من الله أن يمنحه صحة وعافية، وأيضا إلى سمو الأمير غازي بن طلال الذي هو مسؤول مباشر على المغطس نتمنى له الصحة والعافية، وأيضا إلى هيئة تنشيط السياحة وكل الشرطة السياحية والأمن وكافة القائمين على تنظيم هذا الاستقبال. نعيد شعبنا في الأردن الشمامسة والشماسات والرئيس وأعضاء الجمعية وكل الشعب السرياني، ونشكر قناتنا الحبيبة نورسات
على تغطية هذا الحدث المهم. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك إن شاء الله. وفي أجواء إيمانية تملأها الفرحة والبهجة، أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة يوم الحج المسيحي في موقع معمودية السيد المسيح بالمقدس، حيث ترأس الصلاة هنا قدس القمص أنطونيا الصبحي كاهن الرعية القبطية في الأردن، بمعاونة القسم خائيل ثابت ومشاركة شمامسة وأبناء الكنيسة القبطية في المملكة. وفي كلمة روحية للقمص أنطونيوس لنورسات، شكر خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني على محبته وتوصياته بالاهتمام بهذا المكان المقدس، كما شكر هيئة الموقع والأجهزة الأمنية الأردنية لما يبذلونه من جهد في حفظ ورعاية موقع المغطس. في البداية بنشكر ربنا على هذا الاحتفال، هو أصبح في الأردن احتفال وطني مش ديني. الأردن عم بيتميز بين دول العالم، معظم دول العالم بيحتفلوا بعيد الغطاس المجيد، لكن في الأردن له خصوصية خاصة. في الأردن هو كما ترون حضراتكم الدولة هي اللي عم بترتب هذا اللقاء لجميع المسيحيين، وبيجي كمان ناس من الدول المجاورة بيحضروا هذه الاحتفالات. فنشكر ربنا على أن احنا موجودين هنا بجانب نهر الأردن، المكان اللي اتعمد فيه السيد المسيح. اليوم عم بيشارك معنا كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن وشمامسة الكنيسة وشعب الكنيسة كما ترون المئات منهم، وكان على الضفة الغربية موجود مطرنا المكرم الأنبا أنطونيوس بيشاركوا في الصلاة مجموعة من الآباء الرهبان والراهبات والشعب هناك، واشتركنا في الصلاة سويا في مردات الصلاة. هو يوم فرح ويوم عيد مجيد وعيد وطني، وكل الشكر لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين لأنه هو اللي بيتابع كل هذه الأمور، وشكرا للقيادات الأمنية كمان لأنه بذلوا مجهود كبير كبير كبير، كل القيادات الأمنية دون استثناء بذلوا كل الجهود لكي ما يوفروا لنا هذه الراحة والأمن والأمان. نحن نصلي ليلا ونهار أن الرب يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المعطاء، ويديم علينا أيضا رعاية جلالة الملك، ويديم عرشه لهذا البلد المعطاء. كل عام وأنتم بألف خير. احتفلت الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في بيت لحم بعيد الميلاد المجيد، وترأس غبطة البطريرك نورهان مانوقيان بطريرك الكنيسة الأرمنية في القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، بمشاركة رسمية ودينية وشعبية واسعة من أبناء الكنيسة الأرمنية في فلسطين وخارجها. المزيد عن هذا الاحتفال في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت مدينة بيت لحم بعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، فاستقبلت المدينة موكب غبطة بطريرك الأرمني الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوقيان باستقبال رسمي في شوارع المدينة انطلاقا من القدس وصولا إلى ساحة كنيسة المهد. تقدم الموكب مجموعات كشفية أرمنية من القدس، حيث كان بالاستقبال حسب البروتوكول المتبع محافظ بيت لحم كامل حميد ووزيرة السياحة والأثار رولا معايعة ورئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان والأجهزة الأمنية، وبحضور عدد كبير من الكهنة ووفود من مغتربي الجالية الأرمنية وأهالي المدينة. وعلى أصوات الترانيم الأرمنية تم الاستقبال بدير الأرمن، حيث تم تقديم التهاني لغبطة البطريرك
وإلقاء بعض الكلمات بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية، والتقاط الصور التذكارية وتقديم الضيافة في قاعة الأرمن. كل عام وانتم سالمين للشعب الأردني العزيز وملكنا العزيز الحبيب. نتمنى أحسن أيام والسلام والشعب الأردني المحبوب. كل عام وانتم سالمين. بهالعيد أنا ببارك المجموع وبقول كل عام أنتم بخير. ربنا جاب سلام، المسيح جاب سلام على الأرض، هو النور هو السلام هو المحبة، ونحن لازم نحب بعض ونعطيه إيد في إيد ونشتغل كلنا مع بعض. وكيف ما بالإنجيل بتقول المجد الله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. كل عام أنتم بخير. نحن جايين كلنا الأرمن هون مشان نعيد الخلق ليسوع المسيح، جايين على القدس، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا. جينا هون 30 شخص من ديترويت لحتى نعيد بعيد الميلاد. حبب عيد كل العالم بهالعيد، إن شاء الله ينعاد على الجميع. كريستوس زنافيا فهيدنتاف تزي مزي ميدافيديس. الأعياد جميلة وهي أعياد وطنية وهي فرحة للشعب ورسالة للعالم إنه إحنا الشعب الفلسطيني يحتفل بأعياد الميلاد الثلاثة، أعياد وطنية بشارك فيها كل النسيج الوطني الفلسطيني. وهاي يعني بنقول للعالم ها هي فلسطين، هذا الشعب اللي من حقه يقرر مصيره ويحمي مقدساته الإسلامية والمسيحية حتى إقامة دولتنا وعاصمتها مدينة القدس. هذا هو يعتبر العيد الأخير من أعياد الميلاد حسب الطقوس المسيحية، تبدأ بالفرنسيسكان ثم الروم أرثوذكس والآن الأرمن أرثوذكس التي تتوازى مع عيد الغطاس عند الروم أرثوذكس. وهذا كله يعني أيام احتفالية تاريخية الشعب الفلسطيني احترمها وقدرها، وبدليل أنه كان الرئيس عرفات والآن الرئيس أبو مازن راح يحضر إلى بيت لحم للمشاركة في الاستقبال تبع البطرك، ومن ثم سيغادر لأنه لن يتمكن من حضور قداس منتصف الليل. وإن شاء الله هذا الأهم من كل ما تحدثنا به، أن تعاد على شعبنا الفلسطيني هذه الأعياد، أن يكون وضعه أحسن من هذا الوضع، وأن ترجع الوحدة إليه ويقهر كل المؤامرات المحاكة ضده دوليا وغير دوليا. للنورسات مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. استضافت كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام اللقاء السنوي لقيادات كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن، حيث تم انتخاب هيئة عامة جديدة لكشافة ومرشدات المطرانية لعام 2020، وتجديد انتخاب القائد ركان فخوري وللمرة الرابعة على التوالي أميناً عاماً للهيئة. وقد أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي رعاه سيادة المطران ويليام الشومة لمطران اللاتين في الأردن، وبحضور المرشد الروحي للهيئة الأب إبراهيم نفاع، وكاهن الرعية الأب أشرف النمري، وعدد من الأباء الكهنة، حيث قدم سيادته التهنئة لرئيس وأعضاء الهيئة الجديدة، وسلم أعضاء الهيئة السابقة دروعا تكريمية لجهودهم التي قدموها خلال العام الماضي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمرهقين والمثقلين وأنا أريحكم، احملوا نيري وتتلمذوا لي. يعني يسوع لما بدعونا لمسؤولية هو يحملها معنا ويخفف من العبء، لبل يعطينا الفرح الذي يسبق ويتبع حمل والقيام بهذه المهمة المناطة بنا. بهذه المناسبة أهنئ جميع أعضاء الهيئة الجديدة وأطلب لكم من الله أن تتمكنوا من القيام بها خير قيام. آمين. Yes, Lord.
بداية أشكر أخوة الكشفيين لاختياري للسنة الرابعة على التوالي أمين عام للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين الأردن، وذلك بمباركة سيادة المطران ويليام الشوملي الجزير الوقار. وهذه مسؤولية كبيرة، وأأمل أن أكون عند حسن ظنكم. الكشفية ليست حركة شبابية يأتي منها الأفراد لممارسة النشاط أو العزف فقط، بل هي روح تنمو في داخلنا، وعطاء من دون مقابل، وجهد مبذول من دون كلل أو ملل، وطريق لنهج حياتنا. ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بدعمنا وحضور هذا الاحتفال، آملين من الله التوفيق لهذه البداية للعام الجديد، ومواصلة دعم الشباب في كل مجموعاتنا، وتقديم كل ما هو أفضل لهم، وتشجيع تطوعهم وخدمتهم للكنيسة والمجتمع والوطن. ونشكر سيادة المطران ويليام الشوملي لترأسه قداس هذا المساء الاحتفالي، ونشكر الكهنة في كل رعايانا وأخواتنا الراهبات، ونخص بالذكر الكهنة المشاركين معنا في هذا المساء، ونشكر الحضور الكريم جميعا، ونخص بالذكر الأمان العامة للشبيبة، السادة الهيئة العامة لكشافة ومرشدات الرومي الكاثوليك، ونشكر الكورال كمان بوجودهم معنا من كنيسة قطع رأس يوحنا من مادبة. باسمي وباسمكم جميعا، باسم أبونا إبراهيم، بدنا نشكر أبونا أشرف النمري اللي أتاح لنا الفرصة اليوم نكون موجودين بهاي الكنيسة. نشكر كمان مجموعة مرج الحمام على استقبالهم إلنا. كما تم التقاط صورة جماعية للحضور في جو من البهجة والفرح. وعلى هامش الاحتفالات الميلادية المجيدة، التقت في نادي الفحيص الأرثوذكسي عدة مجموعات من القيادات الكشفية المسيحية في الأردن لتبادل التهاني بالعيد المجيد وبناء جسور المودة وتقوية روابط الأخوة بين أفراد تلك المجموعات من خلال برامج مشتركة فيما بينهم، والاتفاق كذلك على مدونة سلوك أخلاقي تتناسب مع التعليمات الكشفية الإرشادية. تم ذلك اللقاء أثناء استضافة مجموعة كشافة ومرشدات الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في الفحيص للقيادات الكشفية بحضور رئيس الجمعية المهندس أدولف السويس وأمين الصندوق السيد ناهد السويس، حيث أدارت الجلسة القائد رائد الناصر القائد العام للمجموعة المستضيفة. أقامت جمعية دار الكتاب المقدس احتفالاً لتخريج دورة تدريبية للقادة من مختلف الكنائس في المملكة، وذلك في قاعة النادي الأرثوذكسي في عمان. التقرير التالي يستعرض أهم ما جاء في الاحتفال. احتفلت جمعية دار الكتاب المقدس بعمان بتخريج نخبة من الشباب والشابات ممن شاركوا في دورة القادة من مختلف الكنائس المحلية في محافظات المملكة، حيث رعى حفل التخريج سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وحضره عدد من الآباء الكهنة والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن وجمع من المدعوين. وفي كلمته أمام الخريجين أكد المطران الشوملي أننا دائما بحاجة إلى الله أن نسمعه وأن يسمعنا وأن نتواصل معه كمحبين ومطيعين. فاعلية كلمة الله في حياة الشباب، وفعلا العنوان اللي أعطيت رائع. يعني إحنا ليش بنقرأ الكتاب المقدس؟ بسبب فاعلية كلمة الله. تذكروا لما أجا قائد المئة عند يسوع وقال له عبدي مريض اشفي لي اياه، يسوع قال له انا جاي اشفي على البيت. قائد المئة قال له لست مستحقا ان تاتي الى بيتي، ولكن قل كلمه. كلمه يسوع كانت فعاله بحيث انها شفت المريض عن بعد، كانه بالريموت كنترول ودى الشفاء للبيت. ولما رجع قائد المئة تيقن أن الشفاء تم في نفس اللحظة اللي كان فيها عند يسوع. نحن بحاجة
إلى التواصل مع الله، هذا ينقصنا. نحن بحاجة إلى الله، أن نسمعه وأن يسمعنا، أن نكلمه وأن يكلمنا، أن نتواصل معه كأصدقاء محبين ومحبوبين. أصبح اليوم إدمان من طرف الشباب على وسائل التواصل، مش بس الشباب، حتى أطفال صغار عمر 4 سنين بيكون منزورهم في البيت حامل السمارت فون وبيلعب فيه. إذا بدك تعمل جريمة اسحبه من إيده بتولع. ثمة إدمان على وسائل الاتصال، يمضي الشباب وقتا لا بأس به معها. نحن بحاجة إلى أن ندمن على أمر آخر، على أن ندمن على التعاطي مع كلمة الله، إنها رسالة صديق إلى أصدقائه. هلأ بدي أحكي كلمتين. أولا فاعلية كلمة الله في ذاتها، وفاعلية كلمة الله فينا نحن الشباب. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. كما ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بمستوى الدورة التي أقيمت على مدى 3 شهور في النادي الأرثوذكسي بعمان، والتي ركزت محاورها على زيادة المعرفة في الكتاب المقدس، إضافة إلى تزويد المتدربين بمهارات تطبيقية متنوعة اشتملت على مختلف الجوانب الحياتية. استمراريتنا بوجود شباب مثلكم عندها هذا الشغف، حب الإنجيل، حب المساعدة، حب النمو الروحي، حب ننضج بالكنيسة وفي المجتمع، وقبله أنضج أنا نفسياً ودينياً وروحياً، لأنه إذا ما عندي كيف بدي أعطي؟ إحنا شجرة ناخذ منها الجذور ومنوزع للباقيين. اليوم إحنا بنتوج كورس امتد ل3 أشهر مع نخبة من شبابنا وصبيانا بالأردن، اللي إحنا شعرنا فعلياً بمسؤولية تجاههم، وشعرين إنه هم يستحقوا منا كدار كتاب مقدس وككنيسة اليوم، حتى كمجتمع يستحق شبابنا اليوم إنه نلتفت إليهم، بيستحقوا منا إنه نستثمر فيهم، نستثمر في حياتهم، لأنه اليوم ما في 2 بيختلفوا عن إنه إذا أردنا إنه نصنع للمستقبل فرق كبير، لازم اليوم نشتغل على شبابنا، على صبيانا، نمكنهم، ندربهم ونأهلهم حتى يكونوا قادرين إنه يقودوا في المستقبل. اليوم بنحكيها بكل أمانة، المجتمع والكنيسة والمؤسسات المسيحية بشكل عام بدنا نكون متواضعين ونعترف إنه في نوع من التقصير تجاه شبابنا والأجيال الناشئة. علينا نلتفت إلهم أكثر، الفرص اللي في بلادنا في منطقتنا كثير ضئيلة إلهم، هذا الشيء عم بيدفعهم أكثر لترك البلد، للهجرة، ليبحثوا عن فرص إلهم بالخارج. علينا أن نشتغل أكثر، علينا أنه نلتفت إليهم أكثر، علينا أنه نهيئ البيئة ونهيئ المكان ونهيئ الظروف أكثر معهم، نسند معهم أكثر، لأنه بيستطيع شبابنا إذا آمنا فيهم وآمنا بقدراتهم، أنا متأكد أنه بيستطيعوا يعملوا تغيير، بيستطيعوا أنه على الأقل الوقت الجاي يكون أفضل بكثير من الوقت الحالي، من الوقت اللي مضى. هذا اللي اليوم فرحانين فيه، فرحانين أنه هاي النخبة مش بس من عائلة كنسية واحدة، لكن أنا فعلا فرحان أنه وإحنا بأسبوع الصلاة لأجل الوحدة الكنيسة، أنه هاي النخبة بتشمل عدة عائلات كنسية، إذا بقدر أقول أنه ولا عائلة كنسية غايبة بتمثيلها من الشباب في هاي الكورس. رائع جدا لما نشوفهم مع بعض، بدرسوا مع بعض، بتدربوا مع بعض، كان في فرص انهم يضحكوا مع بعض، وفرص حتى انهم يتعاطفوا ويبكوا يمكن مع بعض في بعض الكورسات زي الصدمات النفسية وغيرها من الكورسات اللي قدمت. حاولنا قدر الامكان كدار كتاب انه نقدم افضل شيء، لكن كمان هي عبارة عن بداية معهم، خطوة أولى خليني أسميها، أو الحجر الأول في البناء. لكن في عنا رؤية كدار كتاب مقدس في الأردن أن يكون في عنا بايبل أكاديمي، اللي يكون فيها باستمرار عنا برنامج مستمر ومنتظم من أجل شبابنا وإعداد الجيل للمستقبل.
الدورة اللي أعطيت أو البرنامج، خليني أحكي اللي أعطي. أول شيء برنامج ثري جدا، غطى عدة جوانب، غطى أشياء فكرية، فغطى معلومات فكرية، معلومات تتعلق بالدفاعيات، معلومات تتعلق بالكتاب المقدس، غطى مهارات شخصية من الوعي بالذات لتنظيم الوقت للأولويات للشخصيات وإلى آخره من هاي المواضيع العملية. وأيضا الجانب الثالث هو التطبيق العملي في حياتنا. الكتاب المقدس بيحكي بكولوسي 3:16 لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، فكان تركيز كتير اللي بيوحدنا هو الكتاب المقدس ويسوع المسيح. فكان حلو تشوف مجموعة من الشباب من كل الطوائف مجتمعين في نفس الوقت في نفس المكان حول الكتاب المقدس، حول شخص يسوع المسيح. الأمر الثاني أنه البرنامج ما غطى بس أهل عمان، لكن غطى الزرقاء وغطى مادبة وغطى السلط وبعض المحافظات الأخرى، وهذا كان أمر رائع جدا. فأنا بتوقع جميع الكتاب المقدس عملت تأثير ولو بسيط لكنه عميق، وأظن رح نشوف هذا التأثير على المدى الطويل في اجتماعات الكنائس وفي وحدة الكنائس، لأنه بالآخر اللي بوحدنا أكثر بكثير من اللي بفرقنا. وفي ختام الحفل سلم المطران الشوملي المتدربين شهادات التخرج، والتقط الحضور صورة تذكارية بهذه المناسبة. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. نورسات الأردن تنظم صلاة من أجل وحدة المسيحيين. الكنائس الأرثوذكسية في الأردن تحيي الحج السنوي في المقدس. الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.